السلام عليكم أبطالي طلاب الصف الثاني، معكم نسدي مذنبات من أكاديمية ثلاثية الذكاء. اليوم بإذن الله سنبدأ بوحدة جديدة وهي الوحدة الأخيرة في مادة الرياضيات بعنوان القياس. سنتعلم في هذه الوحدة أول درس بعنوان السنتيمتر. سنتعلم وحدة قياس تسمى السنتيمتر. أتعلم اليوم أقدر الأطوال الصغيرة وأقيسها مستعملا المسطرة. رح نتعرف على مصطلح السنتيمتر. استكشف كيف أقيس طول النبتة. أمامي نبتة يا ثاني وموجود بجانبها، كما موضح في الصورة. ماذا موجود أمامها يا ثاني؟ موجود أمامها مسطرة. المسطرة هاي يا ثاني، المسطرة الموجودة أمامي هنا هي وحدة القياس اللي إحنا بدنا نستخدمها لحتى نقيس أطوال الأشياء الصغيرة. زي ما حكى لي بقدر الأطوال الصغيرة، بقدرها تقدير في النظر أو بقيسها مستعملا أشياء ثانية، مستعملا المسطرة. أتعلم السنتيمتر. هنا في عنا بدهم يعرفوا لي شو هو السنتيمتر اللي بيحكوا لي عنه. هي من وحدات قياس الأطوال الصغيرة. إذن السنتيمتر هي من وحدات قياس الأطوال، ماذا؟ الصغيرة ولا الكبيرة يا ثاني؟ بدنا نعرف إنه السنتيمتر نستخدمها لما يكون عندي شيء صغير. أنا بدي أقيس شيء صغير، طول شيء صغير. مثلا ما بقيس بالمسطرة مثلا شارع، أو بقيس مساحة بيت، لا، بس بقيس أشياء صغيرة مثل ما وضح لإنه هنا في الصورة مثلا النبتة. طيب، ويستعمل الرمز سي ام ليدل عليه. اذا سي ام معناها سنتي متر. واستعمل المسطرة لقياس اطوال الاشياء بايش؟ بالسنتي متر. استعمل عرض اصبعي لتقدير الطول. ممكن اني استخدم عرض الاصبع. بنشوف هنا يا ثاني بالعرض، هنا عرض الاصبع مثلا كل 4 أصابع بيساوي عندي 5 سنتي، هيك بدي أعرف أنا. أو كل إصبعين مثلا يساوي 2 سنتي. هنا موضح لإلي إنه عرض إصبع إيد الطفل اللي موجود في الصورة بتساوي 1 سنتيمتر تقريبا، مش بالتمام، تقريبا. بما إن إحنا ما قسناها في المسطرة تماما، هاي بنسميها تقدير. لذلك ما بنحكي انها قياسها 1 سنتيمتر وبنسكت، لا، بما انه احنا ما قسناها بالمسطرة ومش متأكدين فبنحكي عنها تقريبا. لو اجيت يا ثاني وضعت امامك القلم وحكينا لك قيس لي طول القلم. القلم من الاشياء الصغيرة، وحكينا الاشياء الصغيرة بستخدم لإلها المسطرة لقياس طولها، واستخدم السنتيمتر لقياس طولها. وضعت بجانب القلم مسطرة. ونبدأ من أي رقم يا ثاني؟ بنلاحظ لما نبدأ من رقم صفر، نبدأ من رقم صفر في المسطرة. وعند أي رقم انتهى طول، زي ما إحنا شايفين، يعني لو بدنا نيجي نحكي من هون مباشرة نزل لعند 12، إذن وين انتهى طول القلم؟ عند الرقم 12 سنتيمتر. سنتيمتر. طيب، إذا طول القلم 12 سنتيمتر تقريبا. أتحدث كيف أقيس أطوال الأشياء الصغيرة باستعمال المسطرة. أمامي قلم. حكينا بما إنه القلم من الأشياء الصغيرة فبنستخدم شو يا ثاني؟ بنستخدم لإله السنتي، العفو، المسطرة، لأنه بينقاس في السنتيمتر، لأنه هو من الأشياء الصغيرة والأشياء الصغيرة منقيسها بالسنتيمتر. شو الشغلة أو الأداة اللي بنستخدمها لقياس الأشياء الصغيرة؟ المسطرة. موضح إنه هون في الصورة في مسطرة قاسلنا فيها هاي الأدوات. تبين معه لما قاس إنه طول القلم 5 سنتيمتر، وطول اللعبة أو الملعقة هاي 6 سنتيمتر، وطول الكتاب
بنلاحظ يا ثاني انه بدأ من الرقم 0 وانتهى عند الرقم 8، فاذا طول هذا الكتاب 8 سنتيمتر. ابحث عن الاشياء الاتية ثم اقدر طول كل منها ثم اجد قياسه بالسنتيمتر. الان يا ثاني موجود امامي اشياء، مثلا اول اشي موجود عندي قلم بيحكي لي بدي اقدر بالبداية تقدير، حكينا التقدير هو اشي مش دقيق، انا بقدر مثلا لو اجيت حكيت لك تقريبا مثلا انت طولك 120، او باجي بقيس يعني بقيس طولك تماما فبيطلع معي مثلا انه طولك مش 120 121، هون القياس الصحيح. مثلا لو اجيت قدرت طول القلم حكيت عنه طوله 15 بالتقدير. طيب اذا اجيت جبت المسطرة وضعتها في جانب هذا القلم تبين معي ان طوله 17 سنتيمتر. طيب ننتقل للصورة الثانية، موجود عندي يا ثاني كتاب. الكتاب انا بدي اقدره انه طوله 25 سنتيمتر. 25 سنتيمتر، بس لما قسته تماما تبين معي انه طوله 23 سنتيمتر. طيب ثاني الأبطال، أمامي الجهاز أو اللعبة اللي موجود آخر إشي عندي اللي هو في النقطة الثالثة بدي أقدره، قدرته أنا إنه طوله 15 سنتيمتر، طبعا سنتيمتر 15 سنتيمتر، ولكن لما قسته في المسطرة بشكل دقيق تبين معي انه طوله 13 سنتيمتر. طيب ثاني الأبطال، السؤال اللي بعديه بيحكي لي اكتشف الخطأ، قاست هلا طول الطبشورة المجاورة فقالت انها تساوي 7 سنتيمتر، اكتشف الخطأ الذي وقعت فيه هلا وأصححه. أول إشي حكينا عنه في الصفحة الماضية، حكينا إنه لما نيجي بدنا نقيس من أي رقم نبدأ يا ثاني، هل بقيس من واحد زي ما قاست هلا؟ هلا بدأت من الرقم واحد، أنا من أي رقم يا ثاني رح أبدأ؟ رح أبدأ من الرقم صفر، لازم إنها تبدأ من الرقم صفر. لو إجيت وضعت الطبشورة هون لازم الطبشورة وين توصل؟ للرقم 6 مش 7، لأنه هنا هي تركت مسافة 1 سنتيمتر اللي هي من 0 لواحد، هنا في مسافة تركتها هي ما قاست فيها. إذا شو خطأها؟ إنها وضعت الطبشورة وبدأت في القياس من الرقم 1 وليس من الرقم 0. إذا يا ثاني اكتشف الخطأ الذي وقعت فيه هلا، اكتشفناه. طيب بدنا نصححه الآن، طول الطبشورة يا ثاني 6 سنتيمتر. هيك يا ثاني بنكون انتهينا من درسنا، بتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس. كالعادة يا أبطال كتاب التمارين رح يكون عليكم واجب. يعطيكم ألف عافية ثاني، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء.